السلام السلام عليكم على ورحمة أول الله دي. وبركاته، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. احنا النهارده كده عند الأستاذ محمد في سوق التلات، هو بيفرش في أول السوق ده من المبنى الجديد اللي هو مبنى بكام؟ جديد كده على ايدك اليمين، والأخضر اللي جنب الجلابية 200، 220، والسمرة اللي جنبيها والنبيتي، كل الصف ده نفس السعر 220 لحد كده، 220، والاخضر في اسود دي 190، والكشمير 190. معاك عندك اطفال 180. العرض دي كلها اهي زي ما انتم شايفين كده، عنده تشكيل بقى حاجات ب 190، 180 و220، مش كل حاجه ولها سعر، بس عنده تشكيله حلو. العبايات اللي هي العرض كلها موجود قدامكم اهيت، في حاجات فسكوز وفي حاجات بقى استقبال وكده، كل حاجه ولها سعرها، بس عنده تشكيله حلوه. لو انت حابه بقى تشتري عبايه العيد، كل سنه وانتم طيبين كده، خلاص الناس بتحب تشتري. عنده بقى حاجات حلوه قوي. بكام السمره دي؟ السمره دي عامله 270. 270؟ عندك رقم تليفون؟ في رقم تليفون في سلطه محل و... طب ممكن تقول لنا الرقم؟ رقم تليفون 010 20 47 47 37 47. سنت محل محمد، انت اسم حضرتك ايه؟ اسمي سيد. انت بتفرش هنا عبايات كده، وهنصور بقى اسم المحل، هو ليه محل اسمه محل ارتاج، بارقام التليفونات، وهنحط رقم تليفونه في صندوق الوصف اللي عيب يتواصل معاه. هو بيفرش في سوق تلاته وبروح اسواق تانية كتير، وهنشوف اكتب لكم العنوان بالظبط في صندوق الوصف. طب ممكن تفرد لي واحدة من دي كده؟ الوش دي 180، 130، 180. ده الفريلا معانا شتوي. شتوي؟ طبعا تصفيات. تصفيات؟ عامل كام ده؟ ده دلوقتي عامل 180 سنة. والجلاليب الفسكوز دي بكام؟ الفسكوز دي بتبدا من اول 150 لغاية 200 على حسب الخامة بتاعتها. 150 من 150 لحد كام؟ لغاية 200. لحد 200؟ لغاية 200 يعني خمس زي الفحل اللي قدام حضرتك. يعني انت كل اسبوع كده على بقية العرض اهو، زي ما انتم شايفين كده الحاجات الجلاليب كلها، حاجات ب 190، 120، 220، 150، مش كل حاجه بلا سعرها، بس عنده بصراحه تشكيله تحفه. شايفين الاشكال كلها، وعنده الزلات ب 220 جنيه يعني، وعنده جلاليب فسكوز من 150 لحد 200 جنيه يعني، عنده تشكيله حلوه بصراحه. كل ما يعني الاشكال اللي قدامكم موجوده على العرض ده، وغير اللي في اشكال تانية هو مش عارضها. في حاجه شتوي كانت عامله عليها خصومات، كانت ب 160، شكلها حلو برضك. 200. الشنطة تاني، الشنطة بتاعته اهوت بالعنوان، هو ليه محل في كرداسة، وحط لكم رقم تليفونه في صندوق الوصف عشان اللي يحب يتواصل معاه، واللي حابه تروحوا له السوق ما فيش مشكلة يعني. ايه، يا رب يكون الفيديو عجبكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. استنوا ان شاء الله في الفيديو القادم.